السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من تفسير الأحلام. سوف أقدم إليكم اليوم تفسير رؤيا اسم الله في المنام أو كلمة الله في المنام. من الرؤى العظيمة التي تحمل البشارة والخير للرائي وتبديل أحواله للأحسن، فقد يكون هذا الرائي شخص صالح قريب من الله عز وجل، أو عليه التقرب أكثر إلى الله والمداومة على ذكره ليزيد من رزقه، كما تدل أيضا على تحقيق ما يتمناه الرائي ويسعى للوصول إليه، فهي تحمل بشرة الخير والنجاح والتوفيق أيضا في حياة الرائي. في حال رؤية فتاة عزباء لكلمة الله في المنام، فهذه بشرة خير لها باقتراب زواجها من شخص صالح قريب من الله عز وجل وذو خلق حسن، كما تتمتع أيضا بحياة جيدة سعيدة خالية من المشاكل والهموم، كما أنها تعني أيضا الرزق والخير الواسع والإطمئنان للفتاة، وتدل أيضا على نجاحها وتفوقها في دراستها. ورؤية المتزوجة لكلمة الله في المنام يعني أن بحياتها ستكون سعيدة ومتفاهمة مع زوجها، وبشرى بخير ورزق قادم لها ولزوجها وأولادها والتوفيق في حياتهم. وفي حال رؤيتها أنها تنادي الله عز وجل باسمه في المنام، هذا يعني فك كربها بعد ضيق شديد وراحة وسعادة قادمة لها في حياتها، ولكن هذا يكون بكثرة الدعاء إلى الله. وإذا رأى الرجل في منامه وكان من الصالحين، اسم الله في المنام يكون دليل على أن الرائي شخص صالح في حياته قريب من الله، يتضرع إليه كثيرا بالدعاء ويقوم بكثير من الأعمال الخيرية والمساعدة للآخرين، لذا عليه الاستمرار في ذلك وسوف يلاقى جزاء الخير من الله سبحانه وتعالى. تفسير كلمة الله مكتوبة في السماء. في حال رؤية كلمة الله مكتوبة على السحاب، فهذا يعني قبول الله لتوبة الرائي وتخلصه من الذنوب والمعاصي، ويكون أيضا إشارة إلى الخير القادم له في حياته الشخصية والعملية ووصوله إلى مكانة مرموقة والتوفيق في حياته القادمة. تفسير كلمة الله مكتوبة على قلادة. عند رؤية قلادة عليها اسم الله عز وجل في المنام، فهذا يدل على أن الله يحفظ الرائي ويرعاه من كل شر. تفسير حلم رؤية اسم الله ومحمد في السماء. عند رؤية اسم الله عز وجل في المنام ورؤية اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني البركة في حياة الشخص الرائي متمثلة في العمر والرزق والتوفيق في العمل والصلاح في أمور الحياة. أيضا اسم الله في المنام هو إشارة إلى الرائي بترقيته ووصوله إلى مكانة مرموقة في عمله، ولكن عليه ألا ينسى الفقراء والمساكين ويقدم لهم المساعدة. وفي حال رؤية القيام بذكر الله في المنام، فهذا يعني تحقيق النصر على الأعداء والتخلص من الأشخاص السيئين الذي قد تؤذيه في حياته، ولكن إذا وجد نفسه يذكره في منامه ولا يذكره في واقعه، فهذا يعني إصابته بالمتاعب في حياته، عليه التقرب من الله بالدعاء ليبعد عنه الهم والحزن ويشفيه من المرض. وبهذا تكون انتهت الحلقة، ونلقاكم في حلقات جديدة ومتنوعة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.